ساكنني في اوروبا. طبعا الفولي بالنسبه لنا صاله صغيره، طبعا الاستاد بسم الله ما شاء الله ممكن يوصل 80,000 متفرج، الصاله 3000 4000، فطبعا العدد الجمهور بيبقى رهيب، التشجيع، الدخلات، الجو العام بتاع ماتش الكوره طبعا غير اي ماتش تاني، حاجه مختلفه تماما. طبعا تقول لعيبه الكوره ايه ونجومها اللي داخلين على المباراه مهمه جدا في دور في دوري افريقيا ابطال افريقيا؟ اول حاجه طبعا بقول لهم ربنا يكرمكم ان شاء الله رب العالمين، ونتاهل ان شاء الله رب العالمين للسيمي فاينال. وانا مستنيكم، انا كمان ان شاء الله رب العالمين مع جمهور النادي الاهلي طبعا المباراه، انا عارف الساعه 3 ان شاء الله ابقى اول الناس قاعد ان شاء الله رب العالمين منتظر اللقاء. يعني انا بالنسبه لي لعيب فولي وكل حاجه، بس كابتن ميدو عارف يعني انا بموت حاجه اسمها كوره، يعني الكوره عندي يعني قبل الفولي. عادل لعيب كوره كويس كابتن عبد الله؟ عبد الله لعيب في كل حاجه. يعني ايه كوره كويس؟ عبد الله لعب كوره، بينج، بلياردو، اي حاجه، مفيش حاجه عبد الله عبد السلام ما بيعرفش يعملها. فعلا ما بحبش يخسر اي حاجه. وانا بخسره بالعافيه غصب عني. انا كنت كده، انت مدرب مدير فني مفتري صح؟ طبعا. صح عبد الله مدير فني مفتري في الملعب؟ لا لا لا، ميدو كان رحمه الله عليه كابتن جوال شمس، واحنا بنلعب كوره لازم يكسب، لازم بص لازم يكسب، هو المدير الفني يكسب، ففكرني كابتن ميدو بالشكل ده صح؟ لازم يكسب. كابتن ميدو طبعا قبل ما يكون مدير فني طبعا حضرته هو كابتن حمدي الصافي وكابتن ايمن رشدي كابتن مسلحي كابتن مال عادي، الجيل طبعا العظماء اللي كان في النادي الاهلي، فكان الجيل بتاعنا الصغير انا احمد صلاح وكومي ومحمد سيد كنا بنلعب على طول ماتش كوره، فكان لازم يكسبونا، اي جون لو جبناه لازم فاول اي حاجه، فطبعا لازم يكسبونا. دلوقتي حتى هو مدير فني برضو لازم يكسبني لازم. طبعا خلاص امر ما لابد منه. يعني عبد الحليم شايف ان ده فير جدا ان كابتن ميدو يكسب على طول؟ فير ولا مش فير؟ ها قول له رد. يكسب مدير فني يكسب فير طبعا. جدع يكسب. طب قول لي كابتن ميدو بيعرف يلعب كوره؟ هو الكابتن ميدو كان لا مش بيعرف يلعب كوره قد كده، بس اللي بيعرف يلعب كوره عبد الله احمد سعيد. لا 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 هو حليم ممكن يظبط فيه في الحلقه. اسمع كلامي حليم بره. حليم حبيبي انا بمسك السكينه بتطلع. بص عم في كمبيوتر. عبد الله قبل كده لعبت كوره 2013، كنت اول سفريه ليا الياف مع منتخب مصر الاول في البحر المتوسط، كان في تركيا. ايوه. ففي بلاي ستيشن تحت في الفندق وكده، فعبد الله قلت له عبد الله تعالى العبك، قال لي انت عارف تلعب يا ابني هكسبك. قلت له عبد الله اول ما سنتر على طول جه فيها الجون، قال لي مش هلعبك تاني، مش فرح قوي شايلته 3-1 على طول. على طول. طب عبد الحليم مالكش في البلاي ستيشن والكلام ده كده؟ لا انا ماليش في الفول بس. ببجي 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 شغال عندنا تيم ببجي. بس مين بقى تيم ببجي عندك؟ حليم، عادل، يوسف مرجان، سعيد، احمد سعيد، محمد رمضان، نلعب 10 تيم. احمد ميدو وهو بتقول ببجي كابتن ميدو بص قاعد يعني مصعبان عليه الامور. ما بقدرش هعمل ايه؟ التليفون في ايديهم ما اقدرش. Thank you.